هي ثيوري، هي نظريه بيبر بحث علمي اتعمل من واحد بتاع اوستيوباثي. اوستيوباثي بالعربي يعني بيبقى غالبا دكتور علاج طبيعي وبيشتغل في موضوع الاوستيوباثي ده. اوستيوباثي هو ازاي يقدر يحرك العظم كله بحيث ان يخلي الالايمنت او العظم كله مظبوط في مكانه. فالحقيقه هو البيبر دي اتعملت مع واحد ده انت اسمه بتاع سنان، لقوا ان لما بيبقى فيه مشكله في الاسنان فالاعصاب بتتاثر، ولما الاعصاب بتتاثر تبتدي الجسم يميل ناحيه المكان اللي فيه الوجع، فبيبتدي تعالج انت مكان مثلا اصابه في الركبه، وهي اصابه الركبه دي بسبب ان الجسم مايل للناحيه دي وجسم مايل للناحيه دي بسبب مشكله في السنان. فبالتالي لما مشكله السنان اتحلت قدرنا الجسم يتعادل تاني وقدر الوجع اللي في الركبه يروح. مدى صحه الكلام ده ايه؟ أولوفر ما تقدرش تعممه في كل مكان، بس من الوقائع الطريفة جدا ان كلمني دكتور منتخب نيجيريا في كاس الامم في ماتش بعد ماتش السيمي فاينل وسألني السؤال اللي حضرتك بتسأله ده بالظبط، هل في 1 2 3 4؟ فقلت له الحقيقة هو في والبيبر موجودة، وبعتها له بحث معمول عن حالة او حالتين. ما بيبقاش حاجات دي الافيدنس بتاعها الدليل بتاع العلمي قوي قوي، بس ستيل هي حاجة موجودة. انا عندي قناعة شخصية انك اي حاجه تقدر تعملها تساعد اللعيب اعملها، انت مش تخسر اي حاجه. خليه يحافظ على النوم، خليه يحافظ على الاكل، خليه يحافظ على الميه، ياكل الحاجات المطلوبه في الاوقات المطلوبه، يتمرن على قد ما هو قادر. في لعيبه كتير جدا بتتمرن زياده عن المطلوب لوحدها، ده محتاج تفرمله او توقفه. في لعيبه تانية محتاج تاخده من ايده وتدخله الجيم عشان يعمل او يعمل او يعمل. كل الحاجات دي كلها في الاخر بتوصله ان هو اون تراك او على طريقه ان هو ما يحصلوش اصابات. انا بزعل جدا 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 لما اي لعيب يحصل له اصابه، حد يقول لي طب هو انت السبب. هو مش فكره انا السبب ولا مش انا السبب، فكره ان في لعيب معايا اتعور هيفقد وقته والفريق هيفقده، بغض النظر عن ان انا دوري ارجعه في اسرع وقت او في اقرب وقت، بس انت في الاخر بتبص للموضوع بنظره شامله شويه اكتر من ان هو خلاص اتعور مش هيلعب. لا، انا كنت مبسوط جدا 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 ان احنا في كاس العالم طول الفتره ما كانش عندنا غير اصابه واحده عضليه، عمر جابر، وعبد الله حصلت له اصابه في اخر ماتش، في ماتش عبد الله سعيد في ماتش السعوديه. يعني انا طلعت في الفتره دي كلها الحمد لله باصابتين بس عضليتين، وده كان بالنسبه لي شيء عظيم، شيء كويس جدا جدا جدا. في كاس الامم الافريقيه الاخيره باستثناء طبعا اصابه جنش ما كانش الحمد لله رب العالمين عندي مشاكل عضليه كبيره، كلها حاجات اجهاد وحاجات ما خدتش اكتر من يومين او 3 ايام بره. فده برضه شيء بيبقى بالنسبه لي انا كويس جدا، لان انا قدرت اساعد المدير الفني ان هو يبقى عنده مجموعه لعيبه، اكبر مجموعه من اللعيبه ممكنه يقدر ينفذ بيه افكاره.